متابعين معكم مستمعينا وضيفنا الموزع الموسيقي إليسا بسر موجود معنا بالاستوديو. أهلا وسهلا فيك إلي. صباح الخير. صباح النور. بونجور إليك رنا. بونجور نعيم. بونجور لك المستمعين راديو دلتا. أهلا وسهلا فيك. إن شاء الله الصوت مش عالي على الكراس. مش الحال بس أنا ما بعرف في ورقة قدامي بقراها. ايه تفضل. حاطين له حالة الطقس أو الس لا حالة المرور. حالة المرور. ايه مازالت حركة مرور كثيفة. يلا مالي بركي بتشارك معنا هيك في البرنامج. ايه شوي من الموسيقى لحركة المرور مش غلط تغيير. مش غلط أبدا. أهلا وسهلا فيك بستديوهات راديو دلتا وببرنامج The Saturdays. بشرفنا وجودك معنا طبعا. مرسي. أنا بشرفني وجودي معكم. أنتوا إذاعة كتير محترمة ومسامعيكم بجننوا وكتار كتير ومعملتكم كتير حلوة. Thank you. ونحن كمان نفتخر بأشخاص نتعامل معهم مثل حضرتك أستاذ إلي. بالبداية يعني طبعا التوزيع الموسيقي هو فن بحد ذاته. خلينا نقول كمان بيلعب دور كتير كبير بنجاح الأغنية أو بجمالية الأغنية بمحلات معينة. بركة بحكي يمكن حسب اللي بعرفه من هيك. يا ريت تقدر حضرتك تفسر لنا التوزيع الموسيقي شو هو؟ هلا اللي بتعرفي صح. مش بس توزيع الموسيقى. حيالله شيء من المراحل اللي بتمرق فيها الأغنية هو كتير مهم لنجاح الأغنية. من كلام للحن لتوزيع لتسجيل لماسترينج وحتى آخر شيء لإعلان الأغنية. كله بيلعب دوره بنجاح الأغنية. هلا بالشق الفني التوزيع له دور كتير كبير. ممكن ينجح ممكن يفشل الأغنية. يعني إذا الموزع عطى الشكل الصحيح للأغنية من الإيقاع للتوزيع الموسيقي كله ممكن ينجحها. إذا ما عطى الشكل الصح إيه ممكن يفشلها للأغنية. يعني شو اللي ممكن يفشلها؟ يعني شو الغلط اللي ممكن يقع فيه الموزع الموسيقي ليفشل الأغنية؟ ممكن تكون الرؤية اللي شاف الجو بده يعمله للأغنية يكون عنده رؤية مش كتير بمطرحها. يعني بتفشل الأغنية. يعني تخيلي مثلا أغنية كلاسيك تنعمل دبكة مثلا. صح. هي بتفشل الأغنية. تفشل الأغنية. يعني عادة الملحن لما يعطي اللحن للغنية بيرجع بتروح الغنية على التوزيع. بيدخل عادة الملحن بالتوزيع؟ يعني بيعطي رأيه ولا ما بتقبلوا هالشي كموزعين؟ لا أكيد بده يعطي رأيه. لأنه بالنهاية وقت الملحن عمل الأغنية في إحساس حسه في اتجاه الأغنية. برضو ما بأثر. سايلنت سايلنت إلي. الملحن أول ما ببلش بصناعة الأغنية وقت ببلش يلحنها بيكون في جو حاسه هو بده يوصله للموزع. نعم. الموزع بينطلق منه. ممكن يعدل فيه الموزع ممكن يكفي بنفس الجو ممكن بيصير في اتفاق بين الموزع والملحن. بيقعدوا بيسمعوا الأغنية كذا مرة هي عم تنشغل بيعطي رأيه الملحن وضروري الملحن يعطي رأيه. هيدا لنجاح الأغنية وهيدا منه ضعف من الموزع. في كتير ناس بيفكروا أنه إذا الملحن إجا تدخل هيدا ضعف. بالعكس هيدي قوة من الموزع. أنه يقدر يوصل الصورة اللي شايفها الملحن وقت اللي عمل الأغنية بشكل صحيح. طبعا ممكن الموزع هو بنفس الوقت يكون الملحن؟ ايه ممكن. لا لأنه ما تنسي شيء أنه الموزع هو عم يشتغل الأغنية. بيعمل الموسيقات كلها بيعمل الدخول بيعمل السولو وهذا نوع من الألحان نوع من أنواع الألحان. صح. أكيد بيقدر يكون موزع ملحن. عادة لما يروح الفنان ليسجل أغنيته باستوديو شو العناصر اللي لازم تكون موجودة؟ يعني هل لازم الملحن والكاتب؟ أوقات كتير ما نشوف صور للفنانين عم ينشرون مثلا منلاحظ هلأ باستوديو فلان الفلاني عم سجل هالغنية منشوف معه الملحن ومنشوف معه الكاتب ومجموعة موجودين. طبعا كل واحد له دوره. وقت بيكون الفنان عم يحط صوته على أغنية باستوديو بالكنترول روم بيكونوا قاعدين الفريق اللي صنع هالأغنية من كاتب لملحن لموزع. كل واحد له دوره. يعني الكاتب بده ينتبه للكلام للفظ الكلام. صحيح. الملحن بده ينتبه للحن. الموزع بده ينتبه لكتير اشياء. اوقات بينتبه لإيقاع الأغنية بده ينتبه للأداء بده ينتبه. يعني كل مين في له دوره. اسمه كنترول روم بدهم يعملوا كنترول. كتير لفتنا شغلة قلتها انه الشاعر لازم ينتبه للكلام وكيف عم يلفظ الكلام لانه اليوم عم نشوف كتير اخطاء لغوية بالالقاء من قبل الفنانين. هيدي امر كتير اساسي واوقات الحرف لما نلفظه غلط بغير المعنى مثل ما عم بيصير مع كتير ناس. 100% صح. واوقات كتير بيكون في حرف نازل بالمسافة الوقتية لإله عم تكون غلط.
يعني هاودي كلهم اخطاء شعريه انا بعتبرهم. صحيح. مفروض الشاعر ينتبه لهم. بالاتفاق هو الملحن اوقات كتير بيكون في كلمه نازله بمطرحها شعريا كتير حلوه بس وقت ينزل اللحن عليها ما بيعطيها جو المزبوط. صحيح. بسائب تقطيع احرف الكلمه مش راكب على اللحن صح، بيضطروا يغيروها. شو دقيق شغل الموزع يعني كتير، لانه هي اخر مرحله بتصير صح؟ تقريبا اخر تقريبا اخر مرحله تقريباً. فكتير دقيقه لانه هي بدها ترجع تشتشد يمكن الغنيه كلها مع بعضها 100% 100% يعني هي اذا بدك اخر دراس بتلبسه للغنيه، اخر ثوب مثل ما بيقولوا بتلبسه للغنيه. يعني او هو بيقدمها بالشكل الصحيح او لا. نعم. نعيم شو رح تسمعنا؟ بريك؟ اوكي رح نسمع اغنية من توزيع اليسابا ومن بعدها نتوقف لحظات مع بريك علينا. طبعا معكم مستمعينا ومتابعين مع ضيفنا الموزع الموسيقي اليسابا. الي شو عم نسمع؟ هيدي أغنية الفنان توني كيوان ليش الحلو زعلان. ليش الحلو زعلان طبعا هي من توزيعك، فخبرنا أكثر عن هالغنية وكيف اشتغلتوا عليها وكيف كان التعامل مع توني كيوان. أول شيء هيدي أغنية كلمات الشاعر نعمي صغبيني، ألحان توني كيوان وتوزيعي. نعم. أغنية حلوة كتير. توني يعني من الناس اللي بتربطني علاقة صداقة كتير كبيرة أنا وياه. بيفوت على استوديو كأنه بيته مثل ما الكل بيفوتوا على استوديو كأنه بيتهم. شو مهم الواحد يكون مرتاح بالمحل اللي عم يشتغل فيه؟ طبعا طبعا نحن عم نشتغل فن. بالنهاية وقت اللي بده يفوت فنان على مطرح ما له مرتاح فيه، ما لح يقدر يعطيني حس حلو بالتسجيل، كان مطرب أو موسيقي أو حيلا حدا بيفوت على اللي عندي على استوديو، إذا ما كان مرتاح وما كان حاس حاله فايت على مطرحه ما لح يقدر يعطيني نتيجة حلوة، وهي بتنعكس على نتيجة شغلي أنا. يعني طبعاً. ما بتطلع نتيجة الأغنية حلوة بالآخر. فنرجع لأغنية ليش الحلو زعلان، من الأغاني اللي كتير بحبهم أنا. لكن فيك تقولي كل الأغاني اللي وزعتهم بحبهم، يعني لو ما كنت بحبهم ما وزعتهم. أغنية كتير حلوة. الفنان توني كيوان هو فنان مخضرم، أثبت مع الوقت أنه فنان أصيل، فنان طبعاً. لبناني أصيل، لأنه له فترة طويلة، له سنين طويلة وبعده محافظ على نجوميته وبعده محافظ على موقعه بقلوب الناس والمستمعين. مزبوط. وعلى مكانته أيضا بالفن يعني والمستوى اللي بيقدمه. صح صح. ما لحق شيء من الموجات الهابطة اللي مرقت عبر السنين بلبنان بالفن. وموجات هابطة. طبعا بما أنه ذكرنا الفنان توني كيوان، كان لك تعامل مع عدد كبير من الفنانين، من بيناتهم الفنان ربيع الأسمر، ليال عبود، عبد الجليل، ماريو كرام، مريم عطلة، أيمن زبيب، وطبعا الطفل جورج صغيب كمان أيضا كان في تعامل معه. ما بعرف يمكن إذا نسيت حدا، يمكن هن كتار. بس يعني كيف توصف مسيرتك لهلأ بهيدا المجال؟ تقدم؟ بتحس أنه بعد بدك تعطي أكتر؟ بتحس أنه بعد ما أخذت حقك؟ ليك أنا طميع شوي بالشغل. يعني عطول بقول بعد ما وصلت، لأنه أنا بطبيعتي بقول أنه نهار الإنسان بيقول أنا وصلت بيفشل. يعني طبيعة المسيرة اللي ماشي فيها لحد هلأ الحمد لله أنا مبسوط فيها. حاسس أنه عم بعمل شيء بحبه، حاسس أنه عم بوصل لمطارح كنت مخطط له. نعم. عطول في تخطيط لقدام، عطول في تخطيط لأكتر. ويعني الله يوفقني بهالمسيره اللي ماشي فيها ان شاء الله دائما. وعطول كمان انا بقول ميرسي لجروب بشتغل انا وياه هون من شعراء وملحنين وموسيقيه. بذكر منهم الشاعر فيليب بارودي، الملحن ريشار نجم، الملحن ايمن قميحه. يعني ماشيين بمسيره حلوه سوا. المايسترو انطوان شعك نوجه لهم تحيه كلهم سوا. يعني بقلب استوديو بنشتغل كجروب، كل انسان بيشتغل القسم اللي هو مسؤول عنه بكل محبه وبكل احترافيه لحتى نقدر نوصل للافضل. عاده مين بيختار الموزع، الفنان ام الملحن اللي عم يشتغل معه الفنان او الشاعر؟ كيف بتصير الامور؟ يعني هي بتصير بالاتفاق بين الملحن والفنان والمطرب. هن اللي بيختاروا اي موزع بدهم يشتغلوا معه. طبعا طبعا هن اللي بيختاروا هذا الموضوع. نعم.
إحدى الأغاني اللي اشتغلت عليها مؤخراً هي أغنية الفنان ربيع الأسمر يا شباب الأمن العام. صح. طبعاً اللي عم نسمعها على راديو دلتا، يا ريت فينا نسمع شوي منها نعيم. يعني هيدا الغنية كمان كيف كان التعامل مع ربيع؟ بعرف إنه مش أول تعامل معه أبداً، دايماً بيصير في تعامل. بدي أوجه له تحية الفنان ربيع الأسمر. أول تعامل كان أنا وياه كتوزيع. نعم. أغنية يا ظالم. نعم. الحمد لله الأغنية انحبت كتير وانتشرت كتير، وهذا انه اكيد مش من ميلتي انا، من نعم. ميلة العالم اللي العالم بتقوله. الأغنية الحمد لله وصلت لمطرح كتير حلو. رجعنا قعدنا التعامل مرة تانية بأغنية يا شباب الأمن العام. أغنية مميزة طبعا، فيها شيء غريب، فيها شيء جديد من ناحية الكلام للحن للتوزيع كمان. نعم. حاولت قد ما فيي بالتوزيع أعمل شيء شوي مش مألوف مثل ما الكلام واللحن مش مألوفين. مش مألوفين. إن شاء الله تعجب المستمعين طبعا. هيدي أغنية يا ظالم. صح. يعني هذه الغنية أنا شخصيا من أجمل الأغاني عندي، بحبها كتير، بحب صوته لربيع الأسمر كمان. لما سمعنا التوزيع وين، يعني لما سمعنا اللحن وين بيكون التوزيع؟ يعني بربط الآلات مع بعضها أو بتوزيع الآلات؟ لحقلك التوزيع شو هو. شيل الكلام اللي عم يغني المطرب على جنب، الباقي كله هو التوزيع. هذا التوزيع. يعني بكل بساطة بكلمتين، كل الموسيقى اللي بتسمعيها ماشية مع صوت المطرب هي التوزيع. هي التوزيع، صوت المطرب اللي عم يغني المطرب هو اللحن. هو اللحن. اوكي، هلا استوعبت مزبوط. بدي اجرب افهم عن جد، لان كثير اوقات هيك بجرب، لان اللي ما بيعرف فن يعني واللي مش درسها ما رح تخطر على باله الشغله. مزبوط، لانه شوي مخفيه. يعني عاده المستمع بيسمع الغنيه انه اوكي هاي الغنيه في الملحن، بفكر انه الملحن عمل كل شيء. لا طبعا، من دون ما نستخف بدور الملحن، دور الملحن كتير أساسي، كتير أساسي طبعا، كتير هو بحط الباز، هو الباز تبع الباز إذا بدك. الملحن، النفس اللي بيحطه الملحن بلحن الأغنية هو اللي بيكون الملهم للموزع ليقدر يمشي بالباقي. يعني هذا أمر كتير أساسي. يعني إلي طبعا بالإضافة لربيع الأسمر اشتغلت سبق وذكرنا مع عدة ناس، برأيك يعني اليوم التوزيع كيف بيفرق بين موزع وموزع؟ كل واحد عنده بصمته، كل واحد عنده طبعته. طبعا طبعا، كل إنسان عنده بصمته بأي شيء بيعمله بحياته، ومن الأشياء اللي بيعملها الإنسان بحياته الشق الفني اللي هو إن كان لحن أو كلام أو توزيع أو حتى ميكس وماستر. كل إنسان عنده بصمته. يعني اليوم إذا بتيجي بتسمعي على الإذاعات، الإنسان اللي هو شغلته بالفن بيقدر يعرف بس يسمع الكلام مين كاتب الكلام، مين الملحن، فينا نعرف من التوزيع كمان مين الموزع. أوكي. أوكي. حتى بيقدر يعرف من الكواليتي مين اللي عامل ميكس والماستر، لأنه طبعا هيدا بده يكون إنسان بروفيسيونال شغلته بهذه المصلحة. بيقدر يميزهم هو عم يسمع قبل ما يقولوا الأسامي. قد التكنولوجيا لها دور هون؟ كتير أساسية. يعني صارت أساسية، لأنه طبعا عم نتطور وعم بيصير في مكانات جديدة أكتر وعم بيصير في معدات جديدة أكتر. بتحمل يمكن خلينا نقول طرق تقدر تساعد إنكم تزبطوا الصوت، أو ما بدنا نقول تلعبوا بالصوت، تصححوا. في كلمة كتير مهمة قلتيها، إنه تساعد، مش هي تكون الأساس طبعا. يعني اليوم في ببعض المطارح في مفهوم خاطئ للتكنولوجي بالستوديو. نعم. التكنولوجي بالستوديو موجودة لتساعدنا، لحتى إذا في شوية نقص نقدر نكمله. بس في مطارح تستعمل التكنولوجي للأسف لتكون هي الأساس. يعني في إشياء هون بتحسها صارت الغنية أوفر وعجقة وما عم نقدر بقى نستوعب بمحلات معينة مثلا. يعني فضل أنا أنه التكنولوجي تكون بمطرحها الصح، تستعمل بمطرحها الصح. عم تستعمل بمطرحها الصح بلبنان؟ بمطارح إيه بمطارح لا. حسب.
قديه بتصلحوا اليوم؟ خلينا نقول بتصلحوا، يعني في كتير فنانين عفوا يعني، بس في مستوى هابط، في مستوى كتير رائع بلبنان ما فينا ننكره، في فنانين نفتخر فيهم طبعا وهن اللي عم يبرزوا اكتر شيء، بس بيضل في ناس بتفوت على الخط وبتظهر منه لان ما بتضاين اصلا يعني، بس هالاشخاص كمان لما يروحوا بتضطروا انتم تظبطوا كمان باصواتهم، قديش بتلجؤوا لهالموضوع؟ ما بحب سميها تصليح انا، لانه التصليح بده يكون في اخطاء لحتى نسميها تصليح، ما بحب سميها تصليح، انا بحب سميها مثل ميك اب، مثل تجميل، مثل نلحق التطور. في اشياء بتنعمل باستوديو، يعني مثل اذا جبتي بنت حلوه وعملتي لها ميك اب رح تصير طلتها غير ما تكون من دون ميك اب، اوكي هاي مش معناتها كانت بشعه، اوكي نفس الشيء هيدا الموضوع بيصير باستوديو، مش معناتها انه صوت المطرب بشع، بس في اشياء بنعملها باستوديو لحتى نقدم له صوته بشكل احلى. اوكي طيب اذا حدا صوته بشع بيزبط معكم؟ الى حد ما يعني ما بقدر جيب حدا انا ما بيقدر يقول نوتتين ورا بعضهم غلط، سوري ما بيقدر يقول نوتتين ورا بعضهم صح وطلعوا بالاخر عبد الحليم يعني. شو بدنا نعمل يعني أكتر من هيك؟ من وين بدنا نشيلهم؟ لما نحكي بالتوزيع الجديد، يعني لما يكون في أغنية تغنيت وبنرجع بنسمع هالأغنية بتوزيع جديد، شو المقصود؟ بترجعوا بتزيدوا على اللحن، بتزيدوا على التوزيع، بتفوتوا آلات جديدة؟ لا ليك، إعادة التوزيع في لها رؤيتين. أول رؤية بتكون أغنية قديمة بترجع بتتوزع بالطريقة المعاصرة، نعم. بالتوزيع المعاصر لحتى ترجع تفوت للجنس للشباب اللي بيكونوا موجودين اليوم اللي عم يسمعوا نمط معين من الموسيقى، صح. أوكي اللي بطلوا يقدروا يستوعبوا النمط القديم، في كتار ما بيستوعبوا النمط القديم من الموسيقى، كمل هيك منلبس الأغنية بحل جديدة معاصرة لا يقدر يسمعها الشباب اليوم، صح. هيدا أول شيء. في شيء تاني اللي هو إعادة توزيع، وأنا عطول بعطي مثل أغنية أول سيرفايف، انعملت 8 فيرسيون، 8 مرات توزعت الأغنية وكل مرة بشكل ما بيشبه التاني. أوقات هيدي كيف بتصير هيدي الشغلة؟ بتصير أنه أغنية بيشوفها أول موزع بشكل معين بيوزعها، بيرجع موزع تاني بيشوفها بشكل تاني بيوزعها بشكل تاني، واتنيناتهم بيكونوا حلوين واتنيناتهم بيوصلوا للمستمع وبيحبهم المستمع. مش معناتها أي واحد منهم غلط، بس كل واحد عنده رؤية وكل واحد بيشتغل غنية باتجاه معين. نعم. هيدي تسمى كمان إعادة توزيع. هذا الشق الثاني. هذا الشق الثاني من الموضوع. بما أنه ذكرت أغنية أجنبية، هل بيفرق التوزيع الأجنبي عن التوزيع العربي؟ طبعا. من زمان كانوا يلبسوا عنا شروال بلبنان. كانوا يلبسوا بأمريكا شروال. لا. كل ناس عندهم تقاليدهم حتى بموسيقتهم. هني عندهم موسيقتهم. بس بقصد موزع يعني حضرتك بتقدر توزع أغنية أجنبية؟ ما بقدر طلعها مثل ما الأجنبي بيحسها، لأنه في هلا اللي دارس موسيقى بيفهم عن شو عم بحكي أنا. نعم. الأجانب بيفكروا أرموني أكتر منا، نحن بنفكر ميلودي أكتر. نعم. يعني نحن الشرقيين دينتنا بتروح للميلودي، بتروح للنغمة أكتر من الأرمونية، أكتر من المرافق. الأجانب بيفكروا أرموني أكتر، يعني بيطلعوا للأشياء اللي بترافق الميلودي أكتر. نعم. يعني عندهم رؤية غير رؤية اللي نحن بنشوفها، وهيدي سبحان الله يعني خلقة عنا إياها نحن الشرقيين وخلقة عندهم إياها هن الغربيين. نعم أيضا. أي. اليوم شو هي الآلات الجديدة اللي فاتت على التوزيع المعاصر؟ أكتر هيك آلات هيك بارزة بتعتبر ما كانت تستعمل قبل بالتوزيع واليوم انضافت؟ اشياء كتير سينتيسايزر، يعني الأصوات سينتيتيك تستعمل موجودة على الكمبيوتر اليوم، وقت ما كان فايت الكمبيوتر على التسجيل ما كانت موجودة. نعم. في اشياء كانت موجودة تطورت، يعني بعد الأصوات هي ذاتها بس تطورت، صارت تاخد مطرحها بالأغنية بشكل بارز أكتر. إلي اليوم مع أي نوع من الأصوات أكتر شيء بتحب تشتغل أو أكتر شيء بتحس إنه ممكن تبدع أو تعطي اللي أنت حابب تعطي؟ يعني طبعاً في أنواع من الأصوات، لكن مش شرط، لأنه كل صوت بيلبق له لون معين من الأغاني. نعم. بس يكون الاختيار صحيح برتاح أنا عم أشتغل الأغنية. إذا كان الاختيار غلط هون مشكلة. نعم. وممكن أهرب إنه أشتغل بالأغنية إذا كان الاختيار غلط. أفضل يعني يمكن. أي.
رح نسمع كمان أغنية من توزيعك مريم عطلة بولاد. بولاد نوجه لها تحية للفنانة مريم عطلة ومدير أعمال أستاذ نديم فياض. في هلأ كمان عمل جديد نهيني باستوديو قريبا بده ينزل على الإذاعات كمان أغنية كتير حلوة. كلمة نديم فياض مدير أعمال لمريم. والله كمان أستاذ نديم ألحان ملحن أيمن قمايحة وتوزيع أنا. أغنية كتير حلوة نسمع شوي منها بنرجع نحكي. استاذ الي هيدي الغنيه عن جد هيك لفتت، وكمان كنت عم بحكي انا وياك انه كلمه بولاد كمان كانت ملفته بالغنيه، بس هلا مش كتار بيعرفوها شو معناتها كلمه بولاد. صح، وقتها مريم فسرت لنا، بس هيدي الاغنيه من كلماتك. بدي اوضح شغله، انا ماني شاعر بس انه بضل عنده الواحد بيطلع اوقات ثاقبت. كنت مسمعه لهيدا الكلام للملحن ريشار نجم، حبه كتير، أخذوا لحنوا هو وعم يشتغل فيها للأغنية، يعني بقاعد عم يلحنها هو بنفس الوقت استاذ موسيقى بيعمل سولفاج وبوكاليز. نعم. ومريم بتعمل سولفاج وبوكاليز عند ريشار، تتمرن عنده يعني. ثاقبت عم يشتغل بالأغنية وهي وصلت أوكي. سمعت الأغنية قالت له سمعني إياها، حبتها ما أخذتها يعني. يعني أنا ما بحب يعطوا صفة الشاعر لإلي بهيك شغلة. ثاقبت طلع كلام، في كتار ليموني انه لا طب يا خي طلعت انه ايه ما بالنهايه الفنان، انا حضرتك فينا نقول فنان بالموسيقى، فبضل عنده هيك نفس مثل ما بيقولوا الواحد انه بيطلع معه شيء اوقات. ممكن ترجع تعيد الكره اذا طلع شيء، اذا كان عندي الوقت بصراحه، لانه الاستوديو اخذ لي كل وقتي. طبعا انا بروح على استوديو من 10 الصبح ل 12 وحده بالليل كل يوم. اذا كان في الوقت ايه بحب. حلوه شغله الكتابه حلوه، بس مش بالضروره انه كلهم يعملوا اغاني ويغنون فنانين، ممكن اكتبهم ضبهم على جنب يعني. طبعا، وبعدين الى ارباب الكتابه كمان يعني. صح، خاصه كتابه الاغنيه. صح صح، منا مين مكان هيك ما بحب ما بحب اتعدى علي انا. اليوم توزيع الاغاني المسلسلات بتفرق او هي ذاتها؟ لا هي ذاتها بالنهايه. ايه الاغنيه اشتغلت مسلسلات الي؟ مسلسلات لا، اشتغلت ببرامج تلفزيونيه. بس لقلك شيء، بيفكر المستمع انه بتفرق، لانه ديرجي بالمسلسلات عم يعملوا كل اغاني كلاسيك. صح، ايه كرمال هيك بيفكروا انه خلص اغنية كلاسيك يعني مسلسل. لا مش بالضرورة، اوقات كتير ممكن تكون اغنية رقصة وتكون معمولة لمسلسل. ايه مش غلط ابدا. انا معك حق، لانه دايما بنحس انه في دراما، لانه دايما هي دراما، سو دايما بتكون كلاسيك الميوزك. أي. أي. بس اذا كان مسلسل من كوميدي دراما فيها تكون مثلا تقدر تستعين، او ممكن يكون مسلسل اكشن فيه حركه، ممكن تكون الاغنيه فيها حركه كمان. صحيح. هل انت مع انه الفنان اللبناني يغني فقط باللهجه اللبنانيه ولا لا؟ لا مش ضروري. اليوم الفنان لكل العالم، وكل فنان ان كان لبناني او غير لبناني في عنده مستمعين بلبنان وبرات لبنان. صح. طيب هالمستمع اللي موجود مثلا بمصر بيحب يسمع اي فنان لبناني، ما له حق يسمع هالفنان عم يغني له بلهجته؟ مش غلط ابدا. نعم طبعا، مع بنفس الوقت ما ينسى الفنان اللبناني انه هو لبناني كمان، مش يعمل كل اغاني بغير لهجته ما يعمل اغنيه لبنانيه. لما مثلا يجيك توزيع أغنية مش لبنانية، ممكن تكون خليجية، ممكن تكون إيقاع مختلف، هون كمان التوزيع بتجرب تلبقه مع ستيل الآخر يعني للفنان، ممكن يكون عربي من أي جنسية أخرى؟
مش قصة هيك. بيشتغلوا بالشكل اللي يقدر يخدم الأغنية. يعني إذا كانت أغنية خليجية وسبق اشتغلت أغاني خليجية، نعم، بعمل التوزيع بالخليجي بس بلونه شوي بروح شوي لبنانية لحتى أعمل شيء ما كنت ميزت عنهم شوي. وقال شو قيمتها أنه وزع أغنية أنا ما يكون وزعوها مع موزع خليجي؟ صحيح، وإلا ما كانوا يمكن لجأوا لموزع لبناني. اليوم إليسابا، وين الأخطاء اللي أكتر شيء برأيك؟ خلينا نقول أنت كونك فنان بتفهم بالموسيقى وبالتوزيع، وين أكتر شيء عم بتلاحظ وقوع الفنانين بأخطاء معينة؟ أغلب الأخطاء، ما بدنا نذكر حدا، عم نحكي عامة، من وراء عملك، من وراء مشاهدتك، مراقبتك للعمل. أكبر خطأ عم يقعوا فيه الفنانين هو الطابور، عم يمشوا بالطابور. يعني بتدرج أغنية بتلاقي كلهم ركضوا عم يعملوا نفس الستيل لدرجة توصلي لوقت توصلي لوقت عم تسمع الإذاعة بيمرقوا مثلا 4-5 أغاني ورا بعضهم ما فيك تميزيهم عن بعضهم، يكونوا نفس الجو، نفس الروح باللحن، نفس الروح بالتوزيع، نفس كل شيء. طب وين التميز؟ وين الإبداع؟ إذا كلنا بدنا نمشي بالطابور وين الإبداع؟ صح، هيدا خطأ كبير وأنا ضده. من الفنانين أيضا اللي اشتغلت معهم جورج صغيب، اللي هو مختلف عن غيره لأنه هو أصغر سنة، أصغر يعني سنة، ما بعرف جورج يمكن عمره 12 أو 13 سنة، صاروا 15 سنة يعني بلش من قبل كمان. يعني قبل ما نحكي عن جورج بالتحديد، بعرف أنه صوته كتير مميز، كنا هديك المرة سائبت عم نحكي ضمن البرنامج، فأنا أعطيت رأيي بموضوع واحد، قلت أنه صوته صحيح حلو بس يمكن انظلم أنه بلش بكير، ولا ما قال علاقة؟ ما قال علاقة، في كتير فنانين كبار بلشوا بعمر صغير بس ما بيفقدوا الحياة تبعهم. يعني لا، جورج أهله حده وأهله ماشيين معه صح. جورج بعده بالمدرسة وبعده بينجح بمدرسته، شاطر بمدرسته، وبعده بيروح بيعمل صورتيه ورفقاته اللي من عمره، بعده عايش عمره. يعني أنا بخاف يضيع الولد هون يعني بالفن، لأنه الفن بيضيع أوقات، فمش هيك يمكن الواحد بيعطي الهم لما يكون الفنان بلش أصغر. معك حق أنه شغلي بتخوف وقت ما بيكونوا أهله حده، بس وقت اللي أهله حده ما بينخاف عليه، لأنه بالنهاية أهله بدون مصلحته طبعًا. أكيد ما لح يتركوه ينجار بطرق مش مزبوطة، وهيدا اللي صاير مع جورج. أهله حده ومفتحين عيونهم كتير مزبوط عليه وعم ينتبهوا له كتير منيح. أنا بعرف ليه، لأنه في صاحبي شخصية أنا وياه هون، وجورج بحبه كتير. شو المميز بجورج؟ صوته مميز كتير جورج، إحساسه بالمغنى كتير حلو، نفسيته حلوة، بحبه أنا. يعني الفنان جورج وصوف كمان من أهم الفنانين اللي بلش بعمر صغير واليوم أصبح يعني بمكان كتير كبيرة. بتلاقي أنه جورج ممكن يوصل بعدين يعني يكون بمراتب عالية؟ خلينا نحكي عن صوته، بيوصلوا لهالمرة. إذا بدنا نحكي عن صوته بيستحق يوصل لمراتب عالية أكيد، وإذا وصل لمراتب عالية أنا ما بتفاجأ أبدا، لأنه عنده طاقة كتير كبيرة فنية، إن شاء الله يقدر يوصل قد ما بيستاهل. بأي أغاني اشتغلتوا سوا؟ وزعت له أنا شو حلوة أنت، ووزعت له محتاج الوفا اللي هلأ على الإذاعات. يعني دايما بتحس انه لما يكون شخص اصغر بتحس بدك تدعمه دايما وبدك تشجعه يمشي بطريقه، خاصه اذا في موهبه، هيدا امر اساسي. شو رايك ببرامج المواهب؟ لك الاسم شو حامله اشياء. يعني عم يطلع كتير ناس وفي كتير ناس بترجع بتقعد ببيوتها، عم بيخرجوا كتار كتار كتار، صاروا كتار كتير كتار، صاروا كتار. هيدي المشكله. واليوم إذا حيالله شغلي، إذا بتحبي الشوكولا كلي كل يوم شوكولا، بالآخر شو بيصير؟ خلص بتقولي بزيادة معش قادرة أكل شوكولا. كتير صاروا البرامج الفنية أنا برأيي عم ينظلموا. أنا هذا اللي بيقوله، أنه في أصوات حلوة عم تطلع بس كترتهم عم تظلم هالمواهب. يعني لأنه أنا بلاقي أنه إذا ما انظلموا بيفشل البروغرام. يعني من أساسيات نجاح البروغرام إنه هاللي عم يتخرجوا منه ما عم ياخدوا حقه. للأسف يعني. للأسف. وين بتلاقي مستوى الفن اللبناني اليوم مقارنة بالفن العربي عامة؟ يعني نحن بأي مرتبة؟ ما بعرف، ماني بوارد إنه صنف. كيف بتقيم طيب؟ الفن اللبناني كتير حلو.
طبعا في كتير ناس بينتقدوا بيقولوا في موجي من الأغاني. طيب ما كل عمره في أغاني بتكون هابطة وفي أغاني حلوة وأغاني بكل العصور اللي مرق فيها الفن، كان في أغاني هابطة وكان في أغاني فيها مستوى، وكمان اليوم في أغاني فيها مستوى فني وفي أغاني هابطة، بس الفرق أنه اليوم الميديا صارت كتير تضوي كرمال هيك صار في كتير انتقاد. قبل ما كان في ميديا هالقد تضوي، يعني كان إذا واحد عمل أغنية هابطة توصل للحي اللي قاعد فيه يسمعها وخلصنا. اليوم اليوم لكل العالم، كل العالم تسمعها وكل العالم بتشوفها وبيصيروا يحكوا عن المستوى الهابط. صحيح. أيضا كان لك تعامل مع الفنان أيمن زبيب. مش كان التعاون رح يصير التعامل هلأ يعني هلأ. يعني خبرنا أكثر. نحن بهيدا الوقت عم نشتغل أغنية للفنان أيمن زبيب حلوة كتير من كلمات دكتور جورج حداد، ألحان أيمن قميحة، ونحن بصدد توزيع على الأغنية. أمتى رح نسمعها؟ قريباً؟ بعد أشهر؟ ما بعرف ما بعرف، بس أنه أغنية كتير حلوة وإن شاء الله قريباً تسمعوها إن شاء الله. شو اللي رح يكون هيك مختلف فيها جديد؟ إيقاع كيف؟ كبلنا شي فكرة ولا بيروح عامل مفاجأة. أوكي معك حق وافق. شو في أعمال جديدة كمان عم بتحضر له؟ مع مين من الفنانين؟ بلكي هلأ بعد شوي كمان نعيم بيرجع بيسمعنا. في هلأ في أغنية مع الفنان عبد الجليل. نعم. أغنية حلوة كتير ما بعرف أمتى بتنزل. نعم. الفنان توني كيوين في أغنيتين صاروا جاهزين كمان. نعم. فنان ليال عبود في أغنيتين جاهزين صاروا كمان كتير حلوين، واحدة كلاسيك واحدة دانس. نعم. فناني مريم عطلة حكينا من شوي كمان يعني في أغنية مفروض قريبا مفروض بهالكم يوم القادمين تنزل إذاعات. فنان جورج صغيب في كمان في تعامل. الفنان ماريو كرم. نعم. عم نعمله شغل غير المعتاد هلأ. ايه بس سبق واشتغلت مع ماريو كمان. ماريو موزع له 3 أغاني قبل. ساكني فيي، الله يهديكي، وخسر لك دمعة. هاو 3 أغاني. فنان أيمن زبيب قلنا. فنان ربيع الأسمر في شيء جديد كمان. أي في مفاجأة. فنان سامر المصري. واو. الممثل سامر المصري. المعروف بالعقيد. العقيد أبو شهاب. كمان بده يغني. أي أي هيدا أول غنية له؟ لا هو مغنى تيتر المسلسل. أي أغنية وطنية. أوكي. أي أغنية حلوة عم نشتغل عليها. حلو كتير، هاي خبرية حلوة. بعتقد رح تلاقي ضجة كبيرة لأنه عنده قاعدة شعبية كبيرة. صح. يعني صح. الفنان سامر المصري الممثل. شو عم نسمع هلأ نايم؟ هيدي ودع ودع. أغنية حلوة كتير. يعني أخذت صدى كتير حلو هذه الأغنية. بوجه تحية للكاتب فيليب بارودي كلماته. نعم. والملحن ريشار نجم ألحانه. أغنية أخذت ضجة حلوة انبسطنا فيها. نسمع يلا نسمع شو بحكي معك ممنوع وبقتل قلبي لو عطا ودع ودع وتركني يلي درس معلمني مش دغري اعشق انسان. النزعة الي سابا امتى بيصير التوزيع؟ خلينا نقول اوفر، يعني بيصير انه كل شيء زيد بالمعنى نقص. انت انت تخيلي عم تعملي طبخه حطيتي ملح وكل انواع البهارات وسكر وكل شيء بيصيروا اوفر. صح. بتعب السمع يعني كمان. ايه. بتعب السمع. تنزعجي انت عم تسمعي وقت اللي بيصير الموزع بده يحط كل شيء بيعرفه بهالاغنيه. صح. بتصير مزعجي. بفجر كل مره بفجر كل بتصير مزعجي. كتير كتير مهم امتى الموزع يقول خلص هاي هي الاغنيه. صح. كتير مهم. صحيح. ايه هيدا القرار هون
له مطرحه يعني بتوزيع الأغنية. بكل مهنة بلبنان شو ما كانت، إن كان الإعلام، إن كان الفن، إن كان ما بعرف شو ما كان، إزاي تخيلنا في كتير فينا نقول هولي بيتعدوا على المهنة، في ناس متعدين على مهنة التوزيع. مظبوط. في كتير ناس متعدين على مهنة التوزيع، بفكروا حالهم موزعين للأسف. للأسف، بس مش الحق عليهم. الحق عمين؟ الحق على اللي بيجي بيشتغل معهم لأي سبب من الأسباب، بيكون هو مش شغلته. في كتير ناس بيبقى لا بيعرف يحط أرموني، لا بيعرف يركب إيقاع، كل اللي بيعرفه يدق سولو، هذا كل شيء بيعرفه. بيجي بيعمل موزع، بيعطي حدا بيركب له الإيقاع، حدا تاني بيركب له أرموني، وآخر شيء هو كل شيء بيعمله بدق السولو تبعه للأغنية. حتى ما بيعرف يسجل صوت المطرب، بيجيب حدا بيسجل له صوت المطرب. ما بيعرف يعمل ميكس وماستر، بيعطي ناس بيعملوا ميكس وماستر. اوكي، وبالاخر بتنزل غنية توزيعه. طيب اي موزع هيدا؟ ايه مزبوط، معك حق. هيدا بيندرس التوزيع ولا بتقدر الواحد يكتسبه بالحياه؟ لا لا، اكيد بيندرس، اكيد دراسه للتوزيع. اول شيء الموزع بده يكون دارس موسيقى، بده يكون دارس تيوري ارموني كونتربوان اجباري، غير هيك ما يفكر بالتوزيع. غير هيك ما بيتسمى موزع. صح. انا لقدرت فت بشق التوزيع، لقدرت احكي وقول انه انا موزع، درست تيوري ارموني كونتربوان. اكيد هون بتفرق يعني كتير. اجباري. ممنوع الموزع ما يكون درس هون. يعني إلي شو بدي أقول لك، بس مرق الوقت كتير بسرعة. كنا نتمنى بعد يعطينا نعيم ساعة زيادة، بس ما بنقدر. فعلا مرق الوقت بسرعة، لأنه كنت كتير مرتاح عندكم. تانكيو. ونحن كمان بسطنا بوجودك. أنا بدي أتشكرك رنا كتير، بدي أتشكر نعيم، بدي أتشكر رونين جيم على استضافتي عندي، صاحب الإذاعة الأستاذ رونين جيم. نعم. بدي أتشكر كل كرو راديو دلتا، الله يوفقكم، ضلوا على طول هيك قوية وبهلمنا. ثانك يو. ونحن كمان بنتمنى لك كل التوفيق، وان شاء الله دائما نسمع اغاني من توزيعك، وان شاء الله تضل مستمر بالنجاح اللي انت بتطمح له، توصل ل يعني الاحلام اللي انت بتتمناها. شكرا لك الموزع الموسيقي إلي سابا. اخر كلمه لك لكل المستمعين، شو بتقول لهم؟ اسمعوا طول راديو دلتا لانه كتير شاطرين وقوي. ثانك يو كثير. شكرا لك. انا كمان بدوري بدي اتشكر كل المستمعين اللي تابعونا من الصبح، وطبعا برجع بعطيكم موعد السبت المقبل بنفس الوقت الساعه 8 الصبح. كانت معكم رنا خواندوا عبر الاخراج الاذاعي نعيم، شكرا لكم.